يا اهلا بكم في كود ستارت مع محمد فتحي، وبنكمل سلسله السي شارب دوت نت كور. هنكمل المحاضره اللي فاتت، اتكلمنا على الاكسس موديفايرز. هنكمل بعض المصطلحات الخاصه بالاكسس موديفاير او بعض الحاجات المهمه او النوتس اللي ممكن تكتبها الخاصه بالكلاس اند الاستراكت اكسسبيليتي الخاصه بالاكسس موديفاير. بنقول ان لو انت بتعرف كلاس او استراكت دايركتوري داخل النيم سبيس، يعني مش داخل كلاس تاني، في الحالة دي ان انت ممكن تستخدم مع الكلاس ده public or internal. ولو انت سبته فاضي هيكون الانترنال هو الديفولت. ده معناه لو انت عندك هنا داخل النيم سبيس مثلا اللي اسمها lib1 وبتعرف عندك كلاس بالشكل ده، ولو انا عندي كلاس اهو الكلاس ده مثلا كلاس او struct ممكن اسميه ديمو 1. الكلاس ده ممكن يكون يا شباب كلاس او استراكت. الكلاس ده ممكن هنا انا عندي اكسس 2 اكسس موديفاير ممكن استخدمه لان ده دايركتري موجود داخل النيم سبيس. ممكن استخدم بابليك كلاس اي او بابليك استراكت عادي جدا نفس المعنى. هنعرف يعني ايه الاستراكت في المحاضرات الجايه ان شاء الله. بابليك ممكن استخدم باكسس موديفاير، ممكن استخدم بابليك وممكن استخدم انترنال. ده الاثنين المسموحين، الاثنين اكسس موديفاير بس اللي ممكن استخدمهم مع اي كلاس او استراكت موجودين داخل مباشره داخل النيم سبيس. طيب لو انا سبته فاضي كده ما استخدمتش معاه لا بابليك ولا انترنال، هيكون الديفولت بتاعي انترنال سواء كان مع الكلاس او مع الاستراكت. ده المعلومه الاولى اللي احنا حابين ايه نوضحها بالنسبه للكلاس والاستراكت. الاكسس موديفاير داخل دايركتوري موجود داخل النيم سبيس بيكون يا اما بابليك يا اما انترنال، ولو انت سبته بيكون الديفولت بتاعك انترنال. النقطه الثانيه بنقول ان الاستراكت ممبرز انكلودنج نستد كلاسز اند الاستراكتس كان بي ديكليرد از بابليك انترنال اور برايفت. ده معناه لو انت عندك الممبر هنا هيكون نوعه استراكت مثلا بالشكل ده struct demo 2. الممبر هنا في اي ممبر للstruct ده ممكن يكون يا اما public او private او internal. private او internal ما اقدرش استخدم الا ثلاثة بس، يا اما public مع الstruct، اي ممبر للstruct ممكن يكون اي حاجة من الثلاثة اللي احنا بنقول عليهم اللي هو ممكن يكون public internal or private. طيب لو كان بقى مش struct، لو كان class، الclass members اي nested classes او struct داخل الclass member ده ممكن يكون public او protected internal. ممكن يكون public او protected internal او protected او internal او private protected او private. الست اكسس موديفايرز اقدر استخدمهم مع اي كلاس اي member للكلاس. طيب the access level for the class member and the struct members including nested classes and struct is private. يعني بيقول لو انت هنا بتعرف حاجة بالشكل ده داخل الكلاس او الاستراكت وسبتها، يعني مثلا قلت له انت اكس وسبتها كده ما ادتلوش اي اكسس موديفاير، الديفولت بتاعك بيكون برايفت. ده الديفولت، ده اللي احنا بنوضحه داخل الاستراكت او الكلاس. internal private by default. private nested types are not accessible from outside the containing type. يعني لو انت عندك حاجة متعرفة private داخل النستد تايب مش هتكون accessible from outside the containing type. يعني لو انا عندي class تاني هنا class demo 3 class او struct، وهنا انا معرف حاجة private int اكس ما اقدرش استخدمها في هنا، هتبقى فيزابل بس داخل الكلاس ده، مش هينفع تبقى فيزابل داخل الكونتيننج كلاس او استراكت. ده اللي هو محتاج يوضحه. اخر حاجه بنقول ان الدرايفد كلاسز كانت هاف جريتر اكسسبيليتي ذان ذير بيس كلاس. يعني هنا بيقول عاوز يقول ان انا ما ينفعش يكون عندي انترنال كلاس ده كلاس ما ينفعش اجي هنا واعمل كلاس مثلا بابليك، هيكون الاكسس موديفاير بتاعه اعلى من وهسميه مثلا كلاس بي. الكلاس ده بي ما ينفعش ان انا هنا اقول له بيارس
من الكلاس A. ليه بقى؟ لأنه أعلى في الأكسس موديفاير من الكلاس A. وبكده يكون وصلنا لنهاية الدرس. ما تنساش تشير وتسبسكرايب للقناة بتاعتنا على اليوتيوب.